نوري حميد، نوري عمر الحسين، نوري الأفزاز، نوري الفجد دروب الغنى، وحدة الوطن المعاني الجميلة. نحن في نوري الجمال وحبابكم في حلقة جديدة من غنامينا. الطيور سرقت مشاعري ومن هواك خلقت نشيدة. الطيور سرقت مشاعري ومن هواك غزلت نشيدة، والليالي سقت بهاها للعيون اليود بريدة. جاتني منك لبلادي زفت السحب السعيدة، وكنت لقلبي خضرار رغم انك جد بعيدة. تتواصل رحلة الجمال في منحنى النيل، حبابكم في غناوين. شوفك بدر ماشي، أشوفك بدر ماشي يا سمحة، أقول يمكن تكون غاشي. أنا بقول يمكن تكون غاشي يا سمحة، دفر في مرق ورا غيرك تنماني رواسي ليه عايل لك هي هي يا سمحة. عشان قلت لك قلت لك على عيون، عشان قلت لك قلت لك على عيون، عيون زيك مين ما في يا سمحة، عيون زيك مين ما في. قديت انا بجرى خلاص ما دام انت لي شافي، عايلك عايلك يا سمحة. الليل عشان قلت لك على عيون، عيون زيك يا مين ما في. رديت انا باجي راح احرق بلدي دير لي شافي يا سم عايلك عايلك. يا اخي بعدي لك سمار الريد الريد الريد، يا اخي بعدي لك سمار الريد الريد الريد، يا اخي وجواي جواي كتير خافي، يا اخي وجواي جواي كتير خافي. خلاص ما دام انت لي شافي يا سمحة عايل لك هي هي. الليل كتير موجات بتلفح مين،
كتير موجات موجات بتلفهني يا اخي تكتم ليا انفاسي بتكتم ليا انفاسي يا سمحة مشاعر الغم الازمان وما غير ليا احساسي عايلك يا سمحة قلت لك يا مليون عشان قلت لك قلت لك يا مليون عيون زيك قسم ما في اشوفك بالحل ماشي اقول يمكن تكون ماشي ادفر في مرق ورا غيرك تنماني رواسي نتواصل في رحلة غناوينا ونحن نقف عند رموز ومعالم كبيرة جدا في منحنى النيل. الآن نحن في حضرة واحد من هؤلاء الأعلام، رجل قدم لهذه البلد الكثير في جميع ضروب الحياة. هو إعلامي ضليع وباحث وشاعر ورجل مجتمع من الطراز الأول. مرحبا بك عمنا محمد الأمين كرسني. أهلا وسهلا، مرحب حبابك الأستاذ خالد الشقوري، مرحب بكم ونورت نوري والله. والكلام عن نوري يطول، كلام كبير وكلام كثير. نعم. هذه البلد يعني قدمت كثير للناس، ولا بد أن نقف عند رموز نوري وملامح من رموز نوري. أول حاجة الحمد لله وشكر لله إنه هذه البلدة نوري حباها الله بموقع جميل، حيث أن النيل الخالد يحتضنها بزراعيه وكأنها حسناء يخاف أن تفلت من بين يديه. يا سلام. اختارها عراق لتكون مقرا أبديا له. نوري بلد علم وتاريخ. أول حاجة، في منطقة نوري بتوجد مقبرة، هذه المقبرة يقال أن من يدفن فيها لن يكون شقيا، لأن هذه المقبرة يدفن فيها اسم من اسم محمد الحافظ القرآن أكثر من 1000، وهي مقبرة مشهورة بها قباب لمشايخ، ونوري أخذ منها كبار المشايخ علمهم وقرآنهم. مشهورة بأنه أول الخلاوي كانت بتعلم الناس خلوة الحمد تياب وخلوة الحواجنير وخلوة الكوارير، دي خرجت حفظة توزع على كل السودان ونشروا العلم
هناك. نوري خرجت من الشعراء والشاعرات الكثير، ويبدو أن الطبيعة الخضرة والماء والوجه الحسن لها أثر كثير كبير في صياغة الإنسان ذاته وفي شكل الإنسان من ناحية جمالية. الناس هنا عندنا شعراء وشعرات كثيرين جدا جدا، والواحد لو ما هنا شوية يقول إنه كل من في نوري هو يا شاعر يا فنان للطبيعة الموجودة الخضراء الموجودة بين الناس. اشتهرت في الأول كان حسونة، حسونة مشهور شاهر كل السودان يمكن، واشتهروا شعراء المديح فيها، الغريشي ذكروا حاجة الماحي وغيره كثيرين من النساء في شاعرات للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره برضو في شاعرات للطبيعة ذات القدام الحاصلة يعني كويس. شعرة واحدة اسمها بنت العشي دي كانت بتعمل مديح، بنت الدوم كانت بتعمل مديح، واحدة اسمها كندورية دي بتعمل شعر عام، ودي أنا عجبني فيها إنها تصوير للطبيعة بتصوير دقيق. بعد الفيضان طوالي البلد مليانة الموية، الجناين دي كلها غرقانة، تعاين للتمر كم موسم التمر، التمر مطفح في الموية، فقالت بيت البيت ده عبرت فيه تعبير كامل، قالت أب قميص والداير له توب وب علي يا تمر الهبوب. الناس الراجل قميص والراجل توب، حتى الناس اللي ما عندهم بيجوا من برا بيلقطوا التمر راجين الحكاية دي، هي طفح انتهى انتهى. فأنا بفتكر انه ده تعبير دقيق شديد للخسارة اللي حصلت، أب قميص والداير له توب وب علي يا تمر الهبوب. يا سلام. دوري تخرج منها عمر الحسين الشاعر، الباحث والشاعر، الباحث الشاعر الأديب، هذا الرجل الذي قام بجمع ديوان حاج الماحي وعلق عليه تعليقاته، ديوان حسونة له من دواوين الشعر، كان الرجل لا يخاف في قول الحق لومة لائم. عنده أغنية شهيرة اتغنت غناها سيد خليفة. نعم أيوة، شدوا له ركيب، شدوا لك ركيب فوق مهرك الجماعة، فوق مهرك الجماعة. نعم نعم, نعم. أيوة. فهو شاعر لا يشق له غبار، حميد حسن سالم. نعم الكلام الحميد هذا الشاعر يطول. الذي يمكن أن نطلق عليه المتنبي، لأنه تنبأ بأشياء حصلت. برضو من الرموز الكبيرة الشاعر الكبير محمد الحسن حسن سالم حميد. نعم محمد حسن مع أحمد هو شارع شاعر قومي قلما يجد الزمان مثله، وكما قال عنه الأديب الطيب صالح قال إن حميد جاء قبل زمانه بمئة عام بقرن يعني. فحميد كان يعني بيلبس ثوب الصوفية ومتحرر، متحرر عقليا. حميد أنا بعرف معرفة شخصية، حميد لا ينتمي لأي حزب من هذه الأحزاب، حميد الرجل حر صوفي متصوف، رجل يبذل ما عنده ويقعد لبكرة مع عم أرخو بيلبعو، كل ما عنده بيبذله ويقعد لبكرة ما عنده أي حاجة. طبعا من
الأشياء اللي تذكر في صالح حميد إنه هو من أسهم في نقل الكلمة المحلية دي للقومية والخارج. نعم بقوة عبارته وبرصانته. أيوة هو أسلوب سلس، أسلوب مبسط، نقل به فعلا بدل ما تكون في حيز القبلية والشايقية نقل للقومية. نعم نعم. وكل شعره اللي بيقوله اللي انت بتشوفه غزلي ده هو رمزيات لوطنية. نعم نعم. معين. الحديث حقيقة عن الرموز. نعم. حديث يطول يعني. نعم. ودائر محطات ووقفات كبيرة. انا دار انتقل معاك للجانب اللي عرفتك به في الاول الاعلامي. نعم. حمد الامين الكرساني. نعم. وانت لك تاريخ كبير جدا من في مجال الاعلام، حدثنا شذرات عن هذا. نعم يعني. الاعلام انا اشتغلت في الاذاعه يوم 1/9/1962 بين الاذاعه والتلفزيون وعازي المحليه في جوبا وعطبره ودنقله ومروي والفاشر ونيالة وكوستي. عملت في كل هذه المكاتب من التحرير إلى أن مسكت مدير إدارة في الإعلام في الولاية الشمالية. والإعلام هو السلطة الرابعة، الإعلام هو عين الشعب. عشان كده أنا عايشت الإعلام في العهود الشمولية و في عهود الديمقراطية. دولة بلا إعلام ما بتمشي لي قدام، دولة بلا إعلام ما بتمشي لي قدام. الإعلام كان مركزي، سلطته مركزية، عشان كده أنت بتكتب في الأقاليم هنا بقلب قوي، تبعوها للأقاليم وتبعوها للمحليات، بقيت أنت بتعمل تحت سلطة معتمد مثلا أولي، لا تستطيع أنك تقول ده خطأ، مع أنه من مصلحة أي حكومة أنه يكون في فرصة للرأي والرأي الآخر عشان يقدروا يكون في رد نحو أي اتهام. الآن بتحصل إشاعات، هذه الإشاعات أخطر ما فيها بيعرف إعلاميا بالإشاعة الرمادية. الإشاعة الرمادية دي بتستند على حقيقة واحدة وتنسج في الخيال زيادة، أي إنسان ممكن يصدقها. يعني ممكن زول يشوف هسع الأستاذ خالد شقوري قاعد مع كرسن، هو استند على حقيقة قاعدين، لكن جاب أي كلام أي واحد يقول أيوة والله أنا شفته. كويس. دي الإشاعة الرمادية الخطرة جدا جدا اللي مفروض الإعلام يحاربها. يحاربها كيف؟ بوجود الرأي والرأي الآخر. يقعدوا زي القعدة دي، ده يقول الكلام وده يرد له بالمستند بين في كلامه. مهما كان الفكر والإشاعة ما بتحارب بالقوة. مؤكد مؤكد. يبقى دي الإعلام الصحيح المفروض يحصل. نحن نعتبر الرسالة دي رسالة خلاصة لتجربة سنوات كبيرة. نعم. نهديها لكل الإعلاميين. نعم. أنت ليه بتقول الإعلام مهنة النكد؟ الإعلام مهنة النكد لأنه أنا أقول لك ما في أي إعلامي أو أديب أو شاعر عاش إلا ومات مديون، لأنه ما في تقدير لعمل الإعلام. شنو الإعلام برا من هنا عنده تقدير كبير. أديك مثل برقبتي أنا. أنا اشتغلت 35 سنة في الإعلام. طيب ال 35 سنة دي لما طلبت المعاش وأخذته كان التبديل بتاع القروش الأردنية 3.5 مليون. مشيت السعودية، كتبت لي عمود في جريدة المدينة المنورة ما كلفني أكثر من 10 دقائق ولا ربع ساعة، وجيت مرة تانية كتبت عمود لما وديته لرئيس التحرير قال لك أنت ما داير قروشك دي ولا شنو؟ قلت له أخي أنا جايبني قروشي دي، طلع كتب لي شيك يعادل 5 مليون. أنا 35 سنة دوني وفي نفس السنة
في نفس السنة اللي أخذت فيها 3.5 مليون. هنا الإعلام عشان كده أنا بقول لك دي مهنة النكد. أنت بتعيش آلام الآخرين تقطع من جسمك وليس في اليد حيلة. أنت بتعاين لإنسان بيموت بالجوع يموت من المرض ما قادر يتعالج، تتألم وتنظم قصائد لكن ما بتقدر تساعده أنت. يا سلام. حقيقة يا عمنا كرسلي يمكن رسائلك دي كلها يعني رسائل خبرة ورسائل إحساس بالناس أكثر يعني كبيرة يعني. ده أنا أقول لك لكرسلي للناس الأمور عريبة. والله يا أستاذ خالد زمان بدري وإحنا في الشباب سن الشباب كان عندنا نزعة شعرية في القزل يعني، وأي شاب يمر بهذه التجربة يعني اتحولت في الآخر لشعر وطني فقط. وكلنا قاعد يقولوا كذا. ها؟ كل الشعراء يقول يعني يتواروا خلف الشعر الوطني من الشعر العاطفي يعني. نعم. نعم. ليه نضارب؟ أنا أقول شعرنا كله في زمانه يعني. ما أنت هنا بيصل بتصل فترة بتكون فيها يعني أنت اتزوجت حققت أمنيتك الدائرة، عشان كده تاني ما بيكون عندك إلهام شعري تقوله إلا تشكر المرة اللي تقدي وشكرتها في البلد دي يقولوا مصيبة تانية كمان يخبطوا لك حاجة. ها؟ ما بتنشكر؟ والله يشكرين، لكن إن شكرتها في نظر الناس بيحكموا أحكام كده عليك يعني. طيب خلاص نعتبرها في زمان مضى. أيوه. فعلا في زمان مضى يعني. نعم. نقف في محطات منها. نعم. مقاطع منها. صحيحك الجديد. والله على الرغم من انه الذاكره كده اتملت شويه والواحد خايف يفرمتها يفقد الفات كله، ف اقول لك مقاطع معينه كده يعني. في واحده بقول كثيرا المتلمات بيغلبوا ضحى بروحه خلى شبابه ما صرح بويلات حبه حتى لاهله حتى احبابه، ما فيش ذكرى في دنياه الا وصيه في محرابه مكتوب فيها بيدم قلبه من أجلك عذابي حبابه. حبينا بابا صار حق بيه عشان ما يوم تضوقي عذابه، وقلبي بلاكي يا محبوبة ما في زول طرق لي بابه، وما في بلا حبيب تروح زولا قام طرق وزولا قام نبش درابه، لو ما انتو هزبتيه وكان متمادي في ألعابه وخلص ألعابه يعني. ايوه طويلة لكن الواحد ما الذاكرة. فنانين عندك تعامل مع فنانين وكذا؟ والله انا عندي كثير جدا جدا. انا بس مشكلتي بكتب القصائد مرات بخطها بكتبها في ورقة لكن ما يعني ما اتفتحت كده على الفنانين اديتهم. في دي الاغنية اللي قلتها لك دي كان شالة مني ياسين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شال مني فنان، وهسي برضو عبد الله حسن مدني كده جاء قلع مني برضو. انا ما قاعد ادور اديها لانه محتفظ بها انا صو كتبتها من بدري كده عشان تنفيس يا اخي. نحن والله سعيدين جدا سعيدين بالدردشة اللطيفة دي، وانت داعي ذكريات وانت خزانه كبيره للمعلومه. نسعد جدا انه نلتقيك مرات ومرات وننهل من هذا المعين الخصب يعني. ده كان عمنا كرسني واحد من رموز هذه البلده الطيبه مروي ونوري، وان شاء الله برضه نلتقيه عبر افادات كبيره يعني من خلال برنامج غنابينا. لكم التحيه والحب والتقدير. في عطاء رحله غنابينا في حلقتنا، وحنقيف عن صوت مميز حقيقة
وفنان أفرد مساحات واسعة لعطائه، وظل هو الرغم في كل الحفلات والاحتفالات الموجودة في البلد. فنان شاق طريقه بقوة هو فناننا عبد الله حسن مدني. الحنان جنك تردني، الحنان جنك تردني، الجنان جنك تجسمي، الجنان جنك تجسمي، يمعرق العراق امي ولا مرض لا فاق امي ونوري انت راغمي بين قلوب افراقة ارمي بين قلوب افراقة ريتك الاشواق الاشواق اللناجي السيجار اوش الاوراق ضمي ونوري انت لها غمي ما طريتك وانتي اسمي ما طريتك وانتي ما طريتك انت اسمي ولا نسيتك انت رسمي ونوري انت الهغمي دي نوري جميلة. وبرضو متواصلين في قناوينا، نلتقيكم إن شاء الله في رحلة وحلقة جديدة من رحلة قناوينا.